بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم راح نبدأ المحاضرة الخامسة من بعد الرياضيات. راح نبلش هون عند الملحوظة المهمة هاي important in logic، اللي هي هاي المحاضرة هاي المعلومة المهمة بتحكي لنا إنه the quantifiers for all that exist ترتيبهم مهم، يعني مش يكونوا اثنين مجرد جملة واحدة، يكون ترتيبهم مهم، يعني for all قبل that exist تختلف عن that exist قبل for all. وهسه هذا بذكرنا بمثال من اللينير الجبرة، بس أخذته شروط الفيكتور سبيس وفرجيكم إياها. أخذنا يعني مثلا يكون عندنا فيكتور سبيس V ومعرفين عليه جمع فيكتورز وضرب سكالرز. سكالرز ماخذينهم من الريل نمبرز، تمام؟ كان عندنا الشرط الرابع والخامس. نحكي الشرط الرابع. الشرط الرابع بيحكي لنا there exists zero V belongs to V، بحيث إنه for all V belongs to capital V عندنا 0V زائد V يساوي V زائد 0V يساوي V. وعندنا شرط الخامس تبع الانفرس، يعني انه الفيكتور له انفرس على الجمع، اللي هو for all V belongs to capital V there exists U belongs to capital V such that V plus U equals U plus V يساوي 0V. اللي هي اليو ايش نكتبها بالعادة؟ minus V، اللي هو الترميز تبعها. يعني هسه هاي ايش الفرق بينها لو انه نحكي for all 0v belongs to capital V there exist V belongs to capital V، بحيث انه 0v زائد V يساوي V زائد 0v يساوي V. تحتني ايش الفرق بينها انه نحكي there exist U belongs to capital V، بحيث انه for all V belongs to capital V عندنا V plus U يساوي U plus V يساوي 0V. هاي هنا لخبطنا فيها، هاي 0V وهاي هنا V. نحكي الفرق، هسا احنا كتبناها اول جنب 4 هي الصح، كتبناها جنب 5 هي الصح. هسا 4 الصح هو ايش؟ انه يوجد identity لجميع العناصر، الايدنتي نفسها يعني شغالة لجميع العناصر. أما اللي تحتيها لو نبدل الترتيب إيش بيكون معناها؟ إنه جميع عناصر الفيكتور سبيس بيكون إلهم ايدنتي خاصة فيهم. يعني مثلا لو أخذنا V1 بيكون له ايدنتي خاصة فيه، يعني مثلا نسميها 0V يساوي M1 مثلا. لو أخذنا V2 بيكون عندنا 0V تساوي M2 مثلا. يعني كل عنصر بيصير زي كأنه له ايدنتي خاصة فيه، عشان هيك هاي التحتانية خاطئة. الأصلية هي الصح، لأن الأصلية إيش بتحكي لنا؟ إنه يوجد identity شغالة لجميع عناصر الفيكتور سبيس. بس نروح على نقطة خمسة. نقطة خمسة الأصل اللي أنا كتبته اللي هو الصح، إيش بيحكي لنا؟ إنه جميع عناصر الفيكتور سبيس يوجد inverse، يعني كل واحد فيهم له inverse خاص فيه، وهذا الصح. أما التحتانية إيش بتحكي لنا؟ تحكي لنا إنه يوجد inverse بيكون شغال لجميع العناصر. هل هذا صح؟ يعني مثلا الخمسة الانفرس تبعها سالب خمسة، هل هو سالب خمسة بتكون متحقق لجميع الريل نمبرز انها الانفرس؟ لا. مثلا سالب خمسة زائد أربعة يساوي سالب واحد، لا يساوي صفر. يعني بمعنى انه كل عنصر له انفرس خاص فيه. طبعا بيزبط هذا المثال لانه الريل نمبرز تعتبر فيكتور سبيس، يعني الريل نمبرز تعتبر فيكتور سبيس، بس مثال بيكون يسموه تريفيال، يعني تريفيال بسياقية انه مش مثال محرز، لانه الريل نمبرز هي راح تكون يعني هي السكالرز نفسها، يعني مأخوذات منها نفسها. واضحة كيف الامور؟ واضحة. طبعا هاي الشغلة كمان بتمر معنا كمان بجبر حديث واكثر في كثير مواد. يعني مثلا هون وانا مرة كنت بناقش، يعني بكتب شروط الجروب اللي هذا جبر حديث واحد، يعني الجروب هون هذا المفهوم، هون النقطة الثانية شبه الـ identity، يعني هاي there exist E اللي هون ذيك اللي بحكي there exist zero، هاي identity معناتها تكون ترتيبها بالبداية، عشان هيك أنا صححتها بعدين. الشرط الثالث تبع inverse فكتابته صحيحة، وأنا كتبت الملحوظة اللي بتبينه، عشان هيك الرياضيات علم كثير دقيق، يعني الواحد لازم كثير يدير باله وهو بيدرس فيه. يعني لاحظوا هون ترتيب بس بيخرب الدنيا.
هسا عندنا نروح على الملحوظة نشوفها. هسا عندنا when a statement contains two quantifiers you must be very alert to their order. يعني بحكينا بس يكون عندك جملة رياضية تحتوي two quantifiers يعني اثنين من المكممات بحكي لنا you must be very alert يعني لازم تكون حذر جدا للترتيب تبعهم. يعني بحكي لنا for reversing the order can change the meaning يعني عكس الترتيب راح يغير المعنى تبعهم. يعني مثلا بحكي لنا for all x belongs to r there exists y belongs to r بحيث ان y تكي بيساوي x تمام. اما الثانية تحكي لنا there exists y ينتمي ل r بحيث انه for all x belongs to r y تكعيب يساوي x. ايش الفرق بين التنتين؟ اللي فوق بتحكي لنا انه جميع الريل نمبرز نقدر يعني انهم هم مكعب عدد معين. اما التحتانية بتحكي لنا انه يوجد عدد اسمه y مكعب العدد y يساوي x لجميع الريل نمبرز x. هل هاي موجودة الشغلة؟ يعني فالجملة التحتانية غلط لأنه يعني بيختلف. مثلا بس يكون عندنا x تساوي 8 y تساوي 2 مثلا بس يكون عندنا x تساوي 27 y تساوي 3. أما هذا النص اللي هون إيش بيحكي لنا؟ يوجد y واحدة لجميع الأعداد الحقيقية وهذا غلط. أما اللي فوق بتحكي لنا لا كل x عدد ريل له يعني عدد خاص فيه يعني بيساوي مكعبه. نقرأ الشرح تبعه حتى كمان بيحكينا this statement is true اللي هو for all فيها بالبداية هاي this statement is true for no matter what number x is there exists a number y equals cubic root of x for which y cube equals x. فهسا العكس سنيجي للعكس انه نحكي there exists قبل بيحكينا this new statement says that there exists a particular number y with the property that y تكعيب يساوي x for every number x. يعني بيحكي لنا يوجد عدد محدد y بهاي الخاصية لجميع الأعداد الحقيقية x. طبعا هالعدد لا يوجد والجملة فولس فمعناته الترتيب مهم. فهاي النقطة عندكم أسئلة عليها؟ لا فينا نكمل. تمام. هسا ايضا راح نروح هسا على الملحوظه اللي بعدها. هسا هون عندنا سؤال عندنا بيحكي لنا symbolize and negate any prime number is the sum of an odd number and an even number. هسا راح نبلش الحل. بيحكي لنا let e يساوي the set of prime numbers b يساوي the sum of odd number and even number. تمام. تذكروا الجملة ال for all that exists ايش حكينا مبدأها؟ انه بيكون عندنا مجموعة مثلا بيكون عندنا خاصية. فهون ايش عندنا؟ for all x belongs to primes عندنا الخاصية b متحققة انه بيكون هذا ال prime ايش؟ بيكون sum of odd number and even number. عشان النفي تبعها اللي هو بيحكي لنا symbolize and negate يعني اكتبها بالرموز وانفي. النفي تبعها for all راح تصير there exist يعني there exist x ينتمي ل a negation b يعني يوجد برايم ما بيحقق هاي الخاصية. هذا هو النفي. لو النفي بدنا نكتب على شكل كلام هيو there exist a prime number that is not the sum of an odd number and an even number. هسه هون عندنا كمان مثال اخر على symbolize every rational number is real but not every real is rational. طبعا السؤال مأخوذ من امتحان كأنه. هسا عندنا نسميها Q أو E1. Q اللي هو رمز الراشنال نمبرز لكن احنا كتبنا E1 بحيث انه يعني كان بس من باب انه نوضح الصيغة اللي كاتب فيها الدكتور بالضبط يعني يعني صيغة الجملة. هسا هون B1 number is real. هسا عندنا R real numbers أو E2 نسميها مثلا set of real numbers و B2 number is rational. فهاي الجملة ايش راح تصير؟ for all x belongs to rationals اللي هي Q B1 متحققة يعني انه ال X هاي عدد حقيقة هتكون. الثانية بتحكي لنا but not every real is rational
يعني there exist x real وليست rational. هسه negation عندناها جملة and راح يصير نفي الأولى or نفي الثانية. نفي الأولى there exist x ينتمي لأي 1 بحيث negation b1 و or هسه الجملة الثانية نفيها for all x belongs to e2 اللي هي الريل يوجد عدد يعني راح يكونوا مش rational. For all x real مش rational بيكونوا او لا راح يكونوا rational لان احنا رجعنا نفينا يعني negation b2 اللي هي تبعت مش rational اما بس b2 الاصلية rational. كلاميا راح يكون زي هيك there exists rational number that is not real or every real number is rational. لا بس سؤال اليونيفرس ايش اخذ ايش هي اليونيفرس لا هون ما في شيء او يعني مش الفكره هاي لها دخل في الكومبلمنت يعني انت قصدك انه بس نفينا انه يكون مش راشنال انه راح يكون بالنسبه لمين هيك قصدك لا انه ناخذ الاعداد هاي او الاكس هاي بنفرضها بناخذها من وين ناخذها يعني اي 1 اي 2 ايوه مثلا عندك هيك اي 1 هي راشنالز كسريه واي 2 العدد الحقيقي تمام. هسه عندنا الصورة الرابعة. عندنا كمان مثال آخر. طبعا انتم متقلقوش يعني انه بيجوا تحكوا لي انه لازم احنا نحل. راح احكي لكم انه راح يعني ورقة عمل تبعي دكتور رشدي راح ابعث لكم اياه. يعني بقصد انه ورقة عمل دكتور رشدي راح ابعث لكم اياه وراح يكون مليان عندكم اسئلة تحاولوا فيها. لكن احنا هون يعني عملنا نعطي امثله بحيث انه يعني تصير مفهوم الامور اكثر وزائد لا في اسئله كثير يعني ما تقلقوش من هاي الناحيه. عشان سيمبلايز اند نيجيت عندنا 5 از راشنال نمبر ذات از جريتر ذان 3 اند دازنت ايكوال 14 اوفر 3. اول شيء عندنا الجمله بي اللي هي 5 از راشنال نمبر ذات از جريتر ذان 3. عندنا كيو اللي هي 5 ايكوالز هون لازم اس المفرد لانه 5 مفرد ايكوالز 14 اوفر 3. هسه عندنا هون B and negation Q تمام لانه هون عندنا doesn't يعني هاي does not يعني في نفي عندنا بصير B and negation Q. هسه هذا السيمبولايز انه كتبناها بالرموز. هسه بيحكي لنا نيجيت ايش راح يصير negation B or Q. كلاميا ايش راح تصير 5 is not rational number that is greater than 3 يعني 5 مش rational number بيكون اكبر من 3 او انه 5 تساوي 14 على 3. هسه هيك خلصنا هذا الملف راح نروح هسه على الملف الثاني. هون هسه بدكم تركزوا كثير كويس لانه راح نشرح اللوجيك شرح كثير مهم. راح اشرح لكم شغله اتوقع انه الدكتور عبد الله ما شرحهاش. شرح هاي الشغله الدكتور عبد الله. قصدك sufficient and necessary؟ لا ما حكى عنها. تمام. هاي هون احنا نتميز بشرح هاي الشغلة هسا. طبعا هاي الشغلة اهم مما تتخيلوا. هسا بي امبلايز كيو جدول التروث ليبل تبعها غريب الاطوار صح؟ افرجيكم شو قصدي بارت غريب الاطوار. يعني مثلا false true true false false true راح تثير استغرابكم صح؟ يا طريقة الجدول شرحها ايش هو؟ طريقة الجدول شرحها بس بقصد انه انه عندكم انتم حالتين الجدول هسه راح نوضحهم احنا. يعني بقصد انه في حالتين انتم سلفا راح تكونوا فاهمينهم يعني انه مش الامبليكيشن يعني هو جملة شرطية بي ترو كيو فولس هذول اول تنتين مرة واحدة غلط لما تكون بي ترو وكيو فولس الباقي بتكون صحيحة بس آخر حالتين غامضات صح؟ صحيح لاحظت خلال الحال إنه إذا false true راح تكون true وإذا false false راح تكون true يعني الوضع غريب الأطوار صح؟ لكن هسه راح نشرحها ونصير فاهمينها فهم مش بس يعني إنه truth table حافظينه. يعني هسه ركزوا تركيز كثير عالي هاي الشغلة كثير مهمة. بس عندنا B implies Q بدنا نشرحها بالتفصيل. شو معنى B implies Q؟ معناها انه B is sufficient condition
but not necessary condition for it. يعني بي يعني الجملة بي الجملة الرياضية بي بتكون حالة كافية بس مش إجبارية لكيو. تمام؟ طبعا راح نوضح بمثال أكيد يعني مش بس إنه يعني حكي راح نحكيهم. وكيو كمان إيش نحكي عنها؟ كيو is necessary condition but not sufficient condition for بي. يعني كيو إجبارية لكن مش كافية. نوضح بمثال بعدين نشرح الترث تيبل. طبعا هو المثال خلاص نشوف المثال مكتوب تحت. هو يعني هاي الجمل هي حالة تانية اني بقدر اعبر عنها بالسيمبل بي امبلايز كيو. يعني اذا تواجدت لكن بتحكي لي بي امبلايز كيو ولا توضيح فقط للجدول الحالات؟ لا هذا الكلام مهم حتى مرات بالكتب تكون هاي الكلمات مستخدمة sufficient and necessary يعني كلمات باللوجيك هاي يعني هسه راح تفهموا قصدي فيها كمان. يعني لاحظوا هون let x ينتمي لل z تمام الانتجرز let x integer تمام هسه if x يساوي 4k k ينتمي لل z then x is even تمام. يعني هاي جملة b implies q يعني زي كأنه بيحكي مضاعفات الأربعة implies إنه يعني x بتكون مضاعفات أربعة implies إنه x عدد زوجي تمام. هسه b حالة كافية بس مش إجبارية لـ q. نبين كيف إنها حالة كافية مش إجبارية لـ q. كافية إنه يكفي إنه العدد يكون مضاعفات الأربعة مثلا 8 عشان نسميه إنه عدد زوجي صح؟ يكفي هذا الإشي؟ لكن مش إجباري. شو معنى إنه مش إجباري؟ مثلاً x تساوي 10 و x is even لكن x تساوي 10 إيش مالها؟ not 4k يعني مش مضاعفات الأربعة. فهم يعني كيف؟ فهذا معنى إنها حالة كافية ليست إجبارية. فهمين كيف؟ يعني حالة كافية ليست إجبارية يعني حتى لو ما تحققت يعني حتى لو عدد مضاعفات الأربعة عادي يمكن يكون عدد زوجي. فاهمين كيف؟ واضحة يا جماعة؟ كلمة حالة كافية واضحة كيف؟ واضحة واضحة. لا لا إذن هسا حكينا كلمة كافية مش إجبارية مش هسا هاي بتوضح لنا كافية إنه X يساوي 8 مضاعفات الأربعة معناته X is even هاي إنه حالة كافية. لتحت إنه X يساوي 10 وضحت لنا انه حالة كافية بس مش اجبارية. مش اجبارية يعني لو انه يساوي 10 اللي هي مضاعفات الاربعة عادي عدد زوجي. تمام؟ عشان نوضح الجملة Q مش هي B implies Q. نوضح هسه X is even شو معنى انها necessary بس مش لهيها necessary بس مش كافية. يعني اجباري يعني اجبارية لكن مش كافية. شو معنى اجبارية مش كافية؟ يعني مثلا x تساوي 6 is even صح؟ لكن هل هو مضاعفات الأربعة؟ لا لا. فمعناته العدد زوجي حالة إجبارية لكن ليست كافية. هذا المثال اللي هون وضح إنها ليست كافية. نوضح كيف إنها ليست قصدي نوضح إنها إجبارية. لو حكيت لكم x تساوي 9 وسألتكم هذه مضاعفات الأربعة راح تقعدوا تحسبوا ولا راح تحكوا لي مباشرة إيش راح تحكوا لي؟ ما هي لا إيفن ولا المضاعفات الأربعة راح يحكوا لي هذا عدد فردي. يعني حتى ما راح تتفحصوا إنه مضاعفات أربعة ولا لا. ليش؟ لأنه هذا حالة إجبارية إنه عدد يكون زوجي عشان يعني لازم يكون عدد زوجي قبل ما إنه نفكر إنه مضاعفات أربعة ولا لا. صحيح. يعني لو أعطيتكم عدد كبير 9 9 مثلا 3 هل في واحد منكم راح يحكي لي بدي أقسمه على أربعة أشوف تطلع الجواب صحيح ولا لا؟ ولا راح تحكوا لي هذا فردي؟ فردي 100%. فمعناته الجملة على اليمين حالة إجبارية ليست كافية. حالة إجبارية بمعنى إن إذنها غلط يكون اللي قبلها غلط. إذنها صح لا يكفي إنه يكون اللي قبلها صح. فاهمين كيف؟ هسا نربط هذا الحكي مع التروث تيبل. هسا أول وحدة إنه بي ترو حالة كافية لتحقق كيو وكيو تحققت ترو. معناته يعني أول حالة اللي هي ترو خليني بس نكتب أول إشي اللي ترو ترو اختار لون أزرق أحسن
هاي ترو ترو تحقق معنى الجملة اللي أنا شرحت لكم إياها فوق، اللي هو إنه البي كافية وليست إجبارية. يعني لاحظوا تحقق بي يكفي لتحقق كيو، وتحققت كيو، يعني هي بي ترو كيو ترو، فمعنى الإمبليكيشن راح يكون ترو لأنه حققت معنى شرحت لكم إياه. نشوف الجملة الثانية هل تحقق المعنى حكيت لكم إياه ولا لا. هسا جملة بي إمبلاز كيو إيش بتحكي لنا؟ إنه بي حالة كافية لتحقق كيو، لكن لاحظوا هون بي تحققت لكن كيو ما تحققت، فمعنى الإمبليكيشن إيش ماله؟ فولس. تمام. طيب هسا ثالث وحدة، البي حالة كافية ليست إجبارية، البي حالة كافية ليست إجبارية، تمام؟ تحقق المعنى ولا لا؟ تحقق الجزئية اللي ليست إجبارية تحققت، يعني إنها الجملة بي فولس لكن كيو ترو، هذا يحقق معنى الإمبليكيشن. فهمين كيف؟ واضحه. عشان اخر واحده بي حاله كافيه ليست اجباريه، تمام؟ فعادي انها بي تكون فولس وتكون كيو فولس. طبعا هسه راح نفهمهم من ناحيه الكيو كمان كل واحده فيهم، يعني لاحظوا شرحتهم اول مره اللي هسه مرينا عليهم واحده واحده، شرحناهم بواسطه البي از سفيشنت بات نوت نيسيسري، يعني انه بي كافيه ومش اجباريه. عشان نشرحهم من ناحيه الكيو كمان، يعني هذول بنشرح من ناحية الكيو كمان. هسه كيو از نيسيسري إجبارية بس مش كافية، تمام؟ هسه هون كيو از ترو، وإحنا بنحكي إنها إجبارية مش كافية. إجبارية يعني إذا إنها ترو بيكون بي احتمال إنها تكون ترو. ليش حكيت عبارة احتمال إنها تكون ترو؟ لأنه حكينا كيو مش شرط إنها تكون كافية لكنها إجبارية، يعني زي تذكروا قبل شوية إنه إكس عدد زوجي حالة إجبارية لكن ليست كافية، ليست كافية لأنه مثلا X تساوي 6 ليس في الضعفات الأربعة، فمعناته الإمبليكيشن ترو. هسا الناحية الثانية نيجي نشرحها على الكيو كمان. هسا كيو حكينا حالة إجبارية مش كافية. هسا كيو فولس وطلعت بي ترو، هل معناته كيو حالة إجبارية بس تطلع يعني كيو مش متحققة وبي تحققت، هل هذا يعني أنه كيو إجبارية؟ فاهمين علي كيف؟ شو رأيكم؟ في حد بده يشارك؟ هلا أنت حكيت إنه Q is necessary صح؟ for B؟ آه يعني Q إجبارية، لكن هون بالاثنين إيش هو؟ يعني أنت قصدك بالحالة هون إذا كانت not necessary صح؟ الـ Q؟ لا لا، لا بحكي إنه هون معنى الـ implication ما راح يتحقق، إحنا لأنه إحنا حكينا إنها إجبارية. يعني إجبارية يعني إذا إنها فولس بي لازم خاوة تكون فولس، لكن هون بي إيش ترو في الحالة الثانية، عشان هيك الإمبليكيشن فولس. فاهمين كيف؟ آه هون زي كأنه بيحكي إنه هو ليس زوجي وهو من مضاعفات الأربعة 100%، زي كأنه يحكي إكس تساوي 9 وأحكي إكس تساوي 4 ك، يعني ها مضاعفات الأربعة، يعني هاي ترو وهاي فولس، يعني اللي هي انه يكون عدد زوجي يعني انها فولس، يعني هاي هيك الحاله الثانيه، عشان هيك معنى الامبليكيشن ما تحقق. هسه نشوف ثالث وحده، ثالث وحده كيو حاله اجباريه لكن ليست كافيه. لاحظوا ان تحققت جزئيه ايش بالمثال بالامثله تبعتنا، هاي اكتب لكم بهذا اللون مثلا، اللي هي مثلا اكس تساوي 6، اي هذا عدد زوجي، معناته كيو صحيحة لكن اكس لا تساوي 4 ك، اللي هي ايش؟ البي فولس. تحقق معنى الامبليكيشن، لانه الامبليكيشن ايش حكينا؟ حكينا كيو اجبارية وليست كافية، يعني اجبارية وليست كافية، يعني عادي يكون بي فولس وكيو صحيحة. فاهم كيف؟ عشان هيك الامبليكيشن صح هون. نشوف اخر واحدة، اخر واحدة عندنا كيو اجبارية وليست كافية، يعني إذا كيو إجبارية معناته إذا كيو فولس لازم بي فولس وعليه الإمبليكيشن ترو. أعطوني آراءكم، صار مفهوم الإمبليكيشن ليش شكل الترو تيبل تبعه؟ مفهوم واضح جدا. تمام، إيش بدي أحكي كمان عن الإمبليكيشن؟ طب بس بدي أعطيكم مثال
من الجبر الحديث. أعطيكم مثال. هسه عندنا في الجبر الحديث المثال الآتي: every cyclic group is abelian. طبعا هون سؤال هذا لوجيك، يعني مش مهم انكم تكونوا عارفين شو معنى cyclic ولا group ولا abelian، سؤال لوجيك هذا. هسه هاي every cyclic group is abelian، هاي تكافئ ايش؟ انه cyclic group implies abelian group. تمام، هسه هاي جملة صحيحة. تمام، السؤال اللي اسألكم اياه، شو رأيكم بالجملة الآتية: abelian group يعطي cyclic؟ لحد ما اكتبها فكروا وحدا يشارك. تمام، يعني الجملة الأولى صح والثانية، السؤال يعني سؤالي على الثانية، شو رأيكم؟ أعطوني نقاش عنها بناء على الشرح اللي شرحناه. بحس غلط، ما بصير نعكسهم. طيب ليش ما بصير نعكسهم؟ لأنه مثلا بالأولى إنه حكينا إنه هو، دقيقة أفكر، هي أفرجيك، نطلع شوي لفوق يكونوا يعني عندك كمان الكلمات اللي استخدموها بالشرح اللي هم كافي وإجباري. خاطر ببالكم؟ ما بصير الثاني، إنه زي كأنك بتحكي الثاني إنه زو إنه فردي ومن مضاعفات الأربعة، عكستهم يعني إنه في هلا إحنا حكينا الثانية. هاي مثال القبل عندنا، يا كان مثال القبل إنه إذا عدد زوجي، قصدي مضاعفات الأربعة، فراح يكون زوجي. هل العكس راح يكون صح؟ واربطيه مع الشرح اللي شرحناه قبل شوية، إنه يكون عدد زوجي إيش وصفناها إحنا بالشرح؟ تمام، إنه يمكن يكون من مضاعفات الأربعة، يمكن يكون لا، قصدك يمكن يكون زوجي بس مش مضاعفات الأربعة. أيوة، هسه هون زي هيك، هاي إنه يكون cyclic group هاي حالة كافية إنه يكون abelian group، وإنه يكون abelian group هاي حالة إجبارية إنه يكون cyclic، لكنها ليست كافية. معناته الجملة الثانية محتمل تكون صح محتمل تكون غلط، بس مش صح بالمطلق. فاهمين كيف؟ طبعا احنا بهمنا الجمله تكون صح بالمطلق، يعني مثلا x is even، يعني x is عدد زوجي، هاي مرات بتكون عدد مضاعفات الاربعه فعلا ومرات لا، وفوق نفس الاشي. فاهمين كيف؟ لكن احنا بدناها تكون صحيحه دائما. ليش؟ لانه احنا جمله شرطيه عندنا، بنحكي اذا هذا تحقق ف يعني النتيجه متحققه، يعني اذا الشرط تحقق النتيجه تحققه، يعني بتشبه جمله الفور اول اللي احنا حكيناها هون: فور اول cyclic groups بيكونوا abelian. فاهمين كيف؟ واضح امور الامبليكيشن؟ واضح واضح. تمام، راح نشرح هسه الاف اند اونلي اف. هسه عندنا بي اف اند اونلي اف كيو. لاحظوا انا حاط خط اصفر تحت الاف وحاط تحت الاونلي اف خط اخضر. هسه بي اف اند اونلي اف كيو تكافئ بي اف كيو اند بي اونلي اف كيو. يعني هي جملة اند تتكون من هاي الجملة وتتكون من هاي الجملة، لانها حطيت عليهم خط ازرق. هسه بي اف كيو نفسها مين؟ نفسها اف كيو ذن بي. ذن بي معناته هاي مين هي؟ اول وحده اللي هي كيو امبلايز بي، اول وحده بي اف كيو. الثانيه بي اونلي اف كيو راح تكون بي امبلايز كيو. تمام، واضح كيف؟ واضح. يعني هاي بي اف كيو مجرد انهم عكسوا الترتيب، يعني هي ايش تنكتب بالعاده؟ اف كيو ذن بي، لكن حطوا بي بالبداية وحطوا بي اف كيو، يعني زي هيك اللي عملوا. الثانية بي اونلي اف كيو بكون معناها بي امبلايز كيو. ننزل هسه نكمل شرح. هسه اكس از ايفن اف اند اونلي اف اكس يساوي 2 كي، كي ينتمي للزد.
f is continuous at a if and only if limit f of x as x approaches a يساوي f of a. شو رأيك هاي الجملة صحيحة ولا لا؟ الأولى ولا الثانية؟ الثنتين. أوكي الأولى. أوكي. الثنتين صحيحات لأنهم تعريف بكل بساطة. يعني عدد زوج إيش تعريفه؟ x يساوي 2k. يعني هذول الأمثلة يعني بسيط وضحهم ما يعني صحيحات. وهون if is continuous برضو تعريف الكونتينيوتي زيها. طيب هسه جملة الـ if and only if q بما إنها السهمين اتجاهين إيش بنسميه بالشرح اللي فوق تبع الامبليكيشن؟ إيش راح يصير تسميتهم؟ تسمية الـ b وتسمية الـ q بما إنه الاتجاهين صح، إيش راح نسمي الـ b ونسمي الـ q؟ الاثنين أتون necessary and sufficient للثاني 100%. يعني نصير نحكي b is sufficient and necessary condition for q والعكس بالعكس، يعني q كمان sufficient and necessary لـ b. هسه هون راح نشرح الجمل هذول كثير مهمات. هسه عندنا b implies q, q implies b, negation q implies negation b, negation b implies negation q. هسه عندنا b implies q اسمها direct اللي هي مباشر، q implies b converse اللي هو العكسي او العكس، يعني negation q implies negation b contrapositive اللي هو المكافئ العكسي. طبعا مش شرط انه نترجم، يعني سيبوكم موضوع الترجمه، يعني بقصد انه هاي مصطلحات يعني علميه مش شرط انه الواحد يغلب حاله بترجمتها. هسه تحت نيجيشن بي امبلاج نيجيشن كيو اللي هو الانفرس. طبعا بيجوا تحكوا لي من وين تسمي هاي جاي، من عندك يا محمود؟ راح احكي لا مش من عندي، يعني هاي تسميه موجوده باللوجيك، يعني انه هذول هيك اسمائهم العمليات هاي بس على الابلكيشن. كيف يعني؟ يعني بس الابليكيشن ولا داير كونديشنال؟ لا للابليكيشن هذول انه نسميه دايركت. بس هسه احكي لك شغله مهمه برضو اتوقع اني حكيها تحت، مش حكيها تحت بس بالصفحه اللي بعد اتوقع اني حكيها، بس نحكيها هسه. بس يكون نثبت جمله اف اند اونلي اف، لاحظوا يكون عندنا اتجاهين، لاحظوا انه يكون عندنا كيو امبلايز بي ويكون عندنا بي امبلايز كيو. بس يكون نسبة إيش نحكي؟ مثلا نسبة B implies Q بعدين نحكي and conversely. conversely بيكون أصدنا مين؟ اتجاه المعاكس. لاحظوا كيف؟ يعني B implies Q إيش اسم العكس تبعها؟ converse. فبس يكون نسبة B implies Q بدنا نسبة العكس تبعها نحكي and conversely، معناته بس نحكي and conversely إيش بكون بلشنا نسبة هاي. عشان contrapositive، contrapositive نفسه B implies Q. يعني لاحظوا أني كاتبه تحت عندنا b if and only if q تكافئ انه b implies q and q implies b، يكافئ negation q implies negation b and q implies b، يكافئ b implies q and negation b implies negation q، يكافئ negation q implies negation b and negation b implies negation q، يكافئ negation b if and only if negation q. شو معنى هذا الحكي كله؟ اول اشي b بتكون true اذا q true، وإذا Q true بتكون B true، إذا B false بتكون Q false، إذا Q false بتكون B false. طب هسا الحكي اللي هون بجوز تحكوا لي إيش هذا الحكي اللي أنت كاتبه هون طيب محمود؟ لكن هون كاتب لكم أساليب الإثبات لجملة الـ if and only if. مرات بيكون بدنا نثبت، مرات B implies Q بتكون سهلة، سهل إنه نشتغل عليها، إنه نفرض الـ B وبعدها نثبت الـ Q. مرات بيكون صعب، فإيش بنحاول؟ بنحاول نثبت هاي اللي تحتيها، إنه هي واللي تحتيها نفس بعض تماما. مرات الأسهل إنه نفرض نفي Q ونثبت نفي B. مرات بيكون Q بلاج B هي السهلة فبنضل عليها، أو مرات بيجي تكون هي صعبة ونثبت الكونتربوزيتيف تبعها، أو بيجي التنتين صعبات ونضطر نثبت التنتين الكونتربوزيتيف. مفهومي كيف الأمور؟ في عندكم أسئلة على هاي الصفحة؟ أنتوا كنتوا تسألون عن direct proof وال indirect proof صح؟ قبل المحاضرة نبلش سألتوني أنتوا هذا السؤال،
أعطيكم هسه إجابة جزئية أو لا مو مشكلة تعتبر إجابة كاملة. دايركت هذا هو الدايركت. الدايركت إنه ما نعملش أي نفي وإحنا بنثبت. تمام؟ فاهمين شو معنى دايركت؟ يعني إثبات مباشر. يعني ما مش عمالنا نثبت كونتروبوزيتيف إنه مثلا نحكي إن في كيو وإثبت نفي بي. بس الإندايركت بس نيجي نحكي عن الإندايركت. الدايركت اللي هو زي أول واحدة. وبشكل عام الدايركت اللي هو إنه يعني ما نفيناش شغالين يعني إثبات مباشر. الإندايركت نوعين أو يمكن نعتبرهم نوع واحد حتى هسه بحكي لكم ليش. عندنا كونتروبوزيتيف كونتراديكشن. كونتروبوزيتيف اللي هو هاي الجملة المكتوبة على اليسار. الجملة المكتوبة على اليسار كونتروبوزيتيف نفس هالدايركت بالضبط التنتين نفس بعض. مين زي بعض هون؟ الدايركت والكونتروبوزيتيف زي بعض من ناحية التكافؤ يعني كجمل لوجيك متكافئات الدايركت والكونتروبوزيتيف. فمعناته عندنا تقنيتين إثبات لا ما تثبت دايركت لا ما كونتروبوزيتيف لهذا النوع من الجمل اللي هو الامبليكيشن. أو يمكن تثبته كونتراديكشن. انتوا أخذتوا نفي جملة الامبليكيشن. إيش نفي جملة الامبليكيشن؟ عشان الكونتراديكشن نفترض انه الجمله يعني اللي عندنا اياها بنثبتها بنفترض انها غلط بنطلع تناقض. هذا هو الكونتراديكشن. معناته بدنا نثبت بي ام لازي كيو. ايش بنفترض؟ انه بي ام لازي كيو غلط. شو معنى انه بي ام لازي كيو غلط؟ يعني بننفيها انه بي اد نيجيشن كيو. راح نفترض انه بي ترو كيو فولس اللي هو زي سؤال عبد الرحمن. يعني طريقة اشتغل فيها عبد الرحمن قبل يعني بالسؤال كنا نناقشه تبعه. هذا هو اسلوب الكونتراديكشن. هسه الكونفرس كونفرس الانفرس اثنين زي بعض من ناحية لوجيك. ليش؟ لانه الانفرس هو الكونتروبوزيتيف تبع الكونفرس. لاحظوا ليش هو الكونتروبوزيتيف تبع الكونفرس؟ مين الكونتروبوزيتيف للكونفرس؟ اللي هو نيجيشن بي بيعطي نيجيشن كيو. عشان نرجع نحكي عن الكونتراديكشن او انه ليش الاندايركس انا حكيت يمكن نعتبره نوعيه واحده. مين اللي بيشمل الثاني برايكم؟ اللي انا راح احكي انه هو اشمل واحكي انه يعني انه يشمل الاخر وزي كانه نقدر نعتبرهم نوع واحد. مين رايكم؟ ممكن تعيد سؤالك؟ بحكي اني قبل شوي حكيت لكم الاندايركت يمكن نعتبره نوع واحد. نوع واحد انه راح احكي كلمه واحده من هدول واحكي انه هي بتشمل الاثنين. مين برايكم بيشمل الاثنين؟ كونتراديكشن احكي لكم ليش بيشمل الكونتروبوزيتيف. هسه اول شيء كونتراديكشن تقنيه عامه يعني مش بس لهذا النوع اللي هو الامبليكيشن. يعني كونتراديكشن تقنيه عامه مش بس للامبليكيشن. وغير هيك الكونتراديكشن تفترض انه الجمله غلط وطلع تناقض. بس الكونتروبوزيتيف واحد يحكي طيب وين التناقض بالكونتروبوزيتيف؟ احكي لكم التناقض انه احنا فرضنا نيجيشن كيو. تمام؟ يعني بيشبه الفرضيه اللي هون. ايش طلعنا؟ نيجيشن بي. فايش الفرق بيناتهم؟ انه هون فرضنا بي انها صحيحه كمان. فهون صار عندنا اند بي. ما بنحكي تناقض. يعني بالنوعيه هاي تبعت الامبليكيشن الاثنين يعني نوعا ما زي بعض. يعني حتى لو انه جمله امبليكيشن اثبتها كونتروبوزيتيف راح يكون مشابه جدا للكونتراديكشن. فاهمين كيف؟ يعني بس افرض انا نفي كيو راح اوصل نفي بي. تمام؟ اللي هو راح يناقض لو اني افرضت بي انها صحيحه اللي هو كونتراديكشن. فاهمينها كيف؟ فاهمين. الحمد لله. هسه نروح على الصفحه اللي بعد. هاي دونت سيف. احنا هون واصلين. محاضرة 2. هاي هون بالتفصيل انه كيف اسلوب الاثبات بيكون. طبعا انا شارح الاف اند اونلي اف انا شارح. لكن يمكن الجملة تيجينا اتجاه واحد تكون. فاهمين كيف؟ يعني زي جملة قبل شوي طرحت لكم اياها مثال.
إنه إذا x مضاعفات الأربعة بيكون x عدد زوجي. هاي جملة اتجاه واحد. تمام؟ بس هون كيف نثبت جملة b if and only f؟ راح نثبت اتجاهين. كل اتجاه له طريقتين. الطريقة الأولى دايركت، إنه افترض إنه b صحيحة أوصل لكيو، هاي تثبت b إملازي كيو. أو إيش كونتروبوزيتيف، إنه افترض نفي كيو أوصل نفي b. وإيش كمان راح يلزم نثبت؟ and conversely اللي هو نثبت العكس كمان، اللي هو كيو بيعطي b، يعني افترض كيو وصل b، هاد دايركت. أو كونتروبوزيتيف تحكي and conversely by contributive، يعني هو بالعكس باستخدام contributive افترض negation b اوصل negation q. واضح كيف الامور؟ هسا عندنا تحت نعطي مثال، بحكي لنا let x1 x2 x3 real numbers. تمام؟ هسا بحكي لنا اذا هدول الثلاث اعداد ناتج ضربهم يساوي صفر، معناته then x1 يساوي صفر او x2 يساوي صفر او x3 يساوي صفر. هسا هذا هاي الجملة يمكن طريقة تانية نحكيها، نحكي then at least one of them is zero، يعني على الأقل واحد منهم صفر، تنتين هذول الجملتين زي بعض. هسا عندنا b اللي هي ضربهم يساوي صفر، q1 x1 يساوي صفر، q2 x2 يساوي صفر، q3 x3 يساوي صفر، يعني عندنا ثلاث جمل، الجملة هاي اللي على اليمين ثلاث جمل بيناتهم or. فsymbolization ترميز صار b implies q1 or q2 or q3. هسه هاي باللوجيك نفسها ايش؟ نفس negation b or or هاي الاشياء اللي هو باستخدام القواعد اللي هون، انه الimplication m implies n نفسها negation m or n، وهون دي مورغانز لوز negation m and n نفس negation m or negation n، وهون نفي جملة ال or negation m and negation n، وتحت جملة ال or associative. نرجع هسه على الشغل اللي هون. فأول إشي نفيت أنا جملة الإمبليكيشن، أو مش نفيتها، كتبت الشكل اللي يكافئها بقصد، اللي هو نيجيشن بي أور الجملة الثانية. بعديها الأور أسوشيتيف، فبقدر أغير الأقواس. بدي أحكي لهم إيش الهدف من هذا الإشي. الهدف إنه أسهل النص تبع الجملة، يعني بالإثبات. يعني هاي نفسها إيش؟ نفسها إني أفترض إنه ضربهم يساوي صفر و x1 لا يساوي صفر و x2 لا يساوي صفر. لاحظوا هون ايش b and negation q1 and negation q2 اللي هي x1 لا يساوي صفر و x2 لا يساوي صفر. بدنا نثبت انه x3 يساوي صفر. لاحظوا كيف الاثبات هسه راح يصير. نفترض انه ضربهم يساوي صفر و x1 لا يساوي صفر و x2 لا يساوي صفر. بما انه ضربهم لا يساوي صفر معناتهم لهم انفرس، يعني انفرس ضرب، يعني لهم مقلوبهم معرف اللي هو x1 x2 inverse، نضربه على الجهتين، جهتين المعادلة اللي هي x1 x2 x3 يساوي صفر. أي إشي ضرب صفر صفر، وهون إشي ضرب الانفرس تبعه واحد، يصير x3 يساوي صفر المطلوب. هسه هذا المربع بنضعه بنهاية الإثباتات. هذا المربع معناته q e d اللي هي كلمة لاتينية، يعني اختصار كلمة لاتينية اللي هي quad erat demonstrandum. بالانجليزي ايش راح تصير؟ which was to be demonstrated، يعني وهذا المراد اثباته. يعني هذا المربع تحطوه بالنهايه او تحطوه كيو اي دي. هيك خلصنا ثاني وحده. هسه هون نحكي definition of a prime. هسه اذا عندنا x انت من الناتشورالز بيكون x is the prime if and only if x اكبر من واحد and the only divisors of x are one and itself. تمام؟ هذول هم البرايمز. هسه بدي اعطيكم جمله رياضيه. طبعا هذا مثال انا قبل سنه انا الفته. طبعا بس احكي الفته مش يعني انه شغله جديده بالرياضيات، يعني القصد انه فكره خطرت ببالي وانا بشرح. يعني حيو true false justify، هذا اسلوب اسئله دكتور رشدي. يعني بنعطيكم جمله رياضيه بنحكي لكم true false justify، يعني إذا إنك اخترت إنها true أثبت، يعني justify برر يعني اختيارك، يعني إنك تختار true أو false وتبرر اختيارك. هسا عندنا let a b c ينتمي للناتشورالز. تمام؟ عندنا إذا greatest common divisor a b يساوي واحد then greatest common divisor a b c يساوي واحد. تعرف greatest common divisor ولا لا؟ شو هي؟ greatest common divisor بتعرفوه؟
لا great common divisor اللي هو العامل المشترك الأكبر. العامل المشترك الأكبر يعني مثلا رح أحكي لكم 6 و 4 إيش أكبر عدد يقسمهم الاثنين؟ اثنين 100%. طيب الستة والتسعة إيش أكبر عدد يقسمهم؟ ثلاثة 100%. هاي أنتوا فاهمين مفهوم الجريت كومن ديفايزر. بس هون أنا بحكي لكم إذا الـ A والـ B جريت كومن ديفايزر يساوي واحد، معناته جريت كومن ديفايزر بين ثلاث أعداد يساوي واحد. شو رأيكم؟ كيف نتعامل مع أشياء true false justify؟ نبلش نفكر فيها ونستكشفها. يعني مثلا نعطي أمثلة على الأرقام، هي احنا نفتحها ونفكر فيها. هي لا مش صحيحة، لأنه الـ Q ممكن تكون غلط. عندك مثال؟ ثواني فكر. نجرب أمثلة، اختاروا لكم عددين A B. طبعا هذا استكشاف اللي عم نعمله. 2 و4. 2 و4. لا بدك تحققي B انتي. اوكي ثواني. لك عددين يكون مشترك بينهم واحد بس. 7 و9. 7 و9 يساوي واحد. طيب جي سي دي 7 و9 وإشي ثالث. 11. يمكن يطلع إشي غير الواحد؟ لا. هاي بهذا المثال طلع واحد. طيب بشكل عام شو رأيكم؟ راح تكون الجملة هاي صحيحة ولا خاطئة؟ يعني حسنا على المثال هذا ضبط، لكن المثال ليس إثبات. إذا حتكون خاطئة، إنه مش كل أعداد بتحقق ال. طب عندكم مثال إنه يكون. أيوة مثلاً 14. إيش هي؟ 7 و9 و4. 14. طيب مشترك بينهم واحد برضو. 7 مع 4 مشترك فيهم واحد، بعدين 7 مع 4 مع 14 مشترك فيهم 2. لا ما هو بدنا بين الثلاثة إيش مشترك؟ ما هو الثلاثة بصير مشترك بينهم. اوكي السبع صح. يعني ايش بتقرروا، انه نختارها ترو ولا فولس الجملة؟ يعني هو ما بصير نقرر بناء على الامثلة الا اذا لقينا counter example. لا هسه الامثلة احنا بنستخدمها صحيح انها هي ما بتثبت، لكن بتساعدنا انه نخمن. يعني هسه انتوا بتختاروا امثلة، ايش عمالكم تتشجعوا؟ عمالكم تتشجعوا انها تكون ترو صح؟ لأنكم ما لقدوش إنه مثال بيخطئها. فاهمين قصدي كيف؟ يعني صحيح إنه ما بيثبت المثال، لكن نفس الوقت بيعطينا هيك فكرة إنه يعني إيش بسموه، بيكون إحنا متحيرين مش عارفين إيش نختار، لكن الأمثلة بتشجعنا إنه نختار إنها ترو ولا فولس. إيش بتشجع إنكم تختاروها؟ نعطي مثال ثاني. طب مثلا 7 و4 و28. 7 و4 يساوي واحد. جي سي دي 7 و4 22. 28. 7 و4 28 يساوي قداش؟ يساوي واحد. لأنه هذا المشترك بين ثلاث أعداد. شو رأيكم؟ الأمثلة إيش بتشجعكم؟ كيف 7 و4 و28 يساوي واحد؟ المشترك بين ثلاث أعداد. ها أوكي صح صح. طيب هسا الأمثلة برضو بتعطينا لمحة عن إثبات إنه كيف راح يكون. كيف أنتوا أصلاً حسبتوا الجي سي دي بالحالة الثانية؟ احكوا لي انه كيف نحسب الجي سي دي. يعني اول حالة يعني هيك حسبناها 7 و4 بيطلع بينهم مشترك واحد. طيب ثالث واحد هدول قصدي على اليمين اللي فيها ثلاث اعداد كيف بنحسبهم؟ يعني مثلا انا حكيت لكم واحد كيف حسبتها، او انتم مثلا حكيتوا لي واحد طلع يساوي كيف حسبتوها؟ اللي هو اكبر عامل مشترك، يعني 7 بين هدول الارقام ما بتقبل القسم عليهم. تمام هسه الطريقة انه الجي سي دي بتحسب اول عددين
قديش راح يطلع؟ واحد بعديها بعدين تحت عشرين واحد مع 28 يطلع واحد. هاي فكرة الإثبات. نيجي نشوف الإثبات أو خلينا نحكي الجملة الثانية أول كمان. طب العكس تبعها شو رأيكم؟ هل العكس راح يكون صح؟ جربوا أمثلة برضو، أعطوني أمثلة. لا العكس ما حيكون صحيح. تمام، إيش عندك مثال؟ نفس المثال اللي أخذناه 7 و4 و28 100% جي سي دي 7 و4 و28 يساوي 1 لكن بس 7 و28 حيساوي 7 100% معناته الجملة الثانية فولس والمثال المناخض أنتوا أعطوني إياه. الجملة الأولى اتفقنا إنها ترو. فرجيكوا هسا حلها. هاي لاحظوا حل أول وحدة عندنا بروف بي ام لوجيك يو اسيوم جي سي دي اي بي يساوي 1 يعني افرض المعطيات اللي عندنا الشرط عندنا متحقق جي سي دي اي بي سي ايش يساوي جي سي دي الجي سي دي اي بي فاصل سي هاي 1 يصير 1 فاصل سي 1. والثانية ايش اخترت لها انا مثال اخترت لها زي هيك 2 4 1 يساوي 1 لكن 2 4 يساوي 2. يعني سؤال بالمثال الاول انه حكينا هيك لانه العامل المشترك الاكبر بين اي رقم وبين الواحد حيكون واحد صح؟ ايوه 100%. تمام اخر اشي في محاضرة اليوم راح نشرح هاي. طبعا هو اخر اشي لانه المحاضرة طالت على الاغلب انكو يعني انه من الوقت متأخر صار انه لازم ننهي بهاي اخر شغلة. هسا عندنا true false justify بس يكون عندكم سؤال true false justify ايش كيف الاسلوب التعامل فالآتي. أول إشي نوعيتين جمل بيجينا بالtrue false justify there exist والfor all. تمام طبعا هذا المخطط على الفهم مش يعني إنه يعني فيها حفظ الشغلة. لاحظوا true false justify لو إجانا جملة there exist x تحقق b يعني هي there exist x b of x. تمام طبعا هذا b of x هذا معناته جملة رياضية b اسمها لكنها معتمدة على x. شو معنى جملة رياضية معتمدة على x؟ زي اني احكي x is even تمام x عدد زوجي هاي جملة بس عمين معتمدة على x عشان بنسميها b of x مش بس انه بنسميها b. فاهمين كيف المبدأ؟ ايوه. هسا انا بحكي لكم there exist x بحيث انه b of x اذا حكيت انها true ايش برأيكم الاجراء اللي بدي اعمل بس ابرر بس احكي يعني هو بحكي لي انه يوجد x تحقق b وانا حكيت له انه true ايش الاجراء اللي اعمله منطقيا انتوا احكوا لي انه لازم تحققها لكل الاكس لا there exist يوجد اه اوكي انت عم تحكي على اليسار بس نحكي there exist معناته بدنا نعطي مثال يعني واحد بيحكي انه يوجد اكس تحقق بي واحنا حكينا له true بيحكي لنا اعطينا مثال. طيب لو واحد بيحكي لنا يوجد اكس تحقق بي وحكينا له false ايش راح يحكي لنا راح يحكي لنا اثبت لنا كل عم ما بحققه ايوه صحيح 100%. فمعناته there exist كيف راح يصير اثباتها اذا حكينا true اعطي مثال اذا حكينا false اثبت انه جميع الاكس ما بحققوها. طب هسه جمله الفور اول فكروا فيها كمان احكوا لي اذا كانت true لازم نعطي اثبات انه كل الاكس بتحقق بس اذا كانت false لازم نعطي اثبات انه واحده على الاقل ما بتحقق 100% هي give counter example هو يوجد x لا تحقق. طبعا هاي الأسئلة من أعظم أنواع الأسئلة وأصعبها أسئلة الـ true false justify يعني نوعية مرتبة من الأسئلة. هيك إحنا في هاي في التلخيص هذا التلخيص تبع تبع اللوجيك أول إشي الـ B and Q هذا الجدول تبعها قلنا الـ B and Q الأولوية للفولس فيها طبعا خوصف هذا يعني إنه إذا واحدة فولس بيصير كله فولس يعني جملة أنت كامل فولس الأور الأولوية فيها لترو خوصف برضه إنه إذا في ترو واحدة بتكون ترو كاملة نيجيشن الـ B ونيجيشن B وعندنا هون كونديشن ستيتمنت if B then Q اللي هي بالرموز إيش تنكتب B إمضاء Q السهم if p then q او b implies q بنسميها
وهذا تروث تيبل تبعها حكينا قبل شوي. مثلا مثال عملي عليها يو باس اكزام يو باس كورس اللي هو جمله شرطيه انه اذا انت نجحت الامتحان راح يعني تمر الكورس. زي ما حكينا اول حالتين صحيحات يعني بديهيا صحيحات انه احنا وعدنا حدا يعني طبعا مفهوم الاف بي دين كيو الامبليكيشن بيربطوه مع الوعد كمان انه البي اللي هي الشرط يعتبر زي انك انت وعدت الشخص يعني حتى في بشرحوها انه بيربطوها مع انه الشخص ما كذب عليك فاهمين كيف يعني مثلا على ثالث جمله انها ليش ترو بحكي لك انه عادي انت رسبت في امتحان لكن نجحك تمام يعني انه هذا ما بيخالف وعده يعني هو ما حكى لك اذا نجحت انه نجحك في امتحان اجباري بل هو كافي. بالمقابل ثاني وحده بيربطوها مع الكذب انها ليش الامتحان راح يصير فولس بيحكي لك انه هو وعدك انت نجحت الامتحان راح تمر الكورس لكن ما مرات بتعتبر فولس. اخر وحده انت ما نجحت فما مريتش في الكورس فيعني الامتحان ترو ما عليه مشكله. هسه هون هذول كثير مهمات الجمل اللي عليه صار عندنا اف بي ذن كيو بتعرفوها هذول كلهم نفس الاشي على فكره اللي هم بي ام لاجيك كيو اف بي ذن كيو او كيو اف بي اللي هي هاي حطينا يعني غيرنا ترتيبهم بس يعني انه حكينا كيو وجمله الاف حطيناها بعد كيو اف بي كيو وين ايفر بي اف وين ايفر تقريبا نفس المعنى بروفايدد ذات نفس الاشي هون وين ايفر بي ذن اولس كيو يعني هون محل وين ايفر يعني قصدي محل اف حطينا وين ايفر نفس المبدا هون اللي انا شرحت لكم اياها b is a sufficient condition for q for q it is sufficient that b يعني لـ q it is sufficient that b يعني انه بكفي انه b تكون متحققه يعني بس شغله بالكلام يعني كلهم هذول زي بعض بالحسب هون q is a necessary condition for b for b it is necessary that q b only if q هذول كلهم زي بعض هاي هون الباي conditional اللي هو if and only if لاحظوا هون هاي الجمل تبعها طبعا هدول الجمل تبعها سواء هاي او اللي فوق ليش انا عم بحكي لكم اياهم لانكم عمالكم تقرأوا في كتاب مرات بيحكي بهاي اللغه يعني ما بيحط لكم ايش الرمز يمكن يكون جوا الشرح يعني جوا الكلام بيحكي لكم sufficient او necessary فاذا ما بتعرفوها راح تكونوا مش قادرين تفهموا يعني ايش اللوجيك او ايش هيك انا عم بدقق عليها مثلا كتاب الكومبلكس اناليسيس مره وانا بقرا فيه شفت كلمه sufficient و necessary وغيره كمان مش بس هو جبل حديث مثلا فيعني مرات بيكونوا كلاميا كاتبين اللوجيك مش بس رموز لاحظوا هون b if and only if q او b is a necessary and sufficient condition for q for b it is necessary and sufficient that q b is equivalent to q هاي مهمه كمان equivalent يعني انه متكافئات التنتين او if b then q and conversely هاي اللي انا حكيت لكم عنها converse تحت هون اثبات انه ليش الكونتربوزيتيف نفسه الضايق طبعا دكتور طلافها عنده اثبات كمان يعني بقصد انه بيثبت بوسط اللوجيك دكتور رشدي نفس المبدا يعني انه بيثبت بوسط اللوجيك ايضا ليس بوسط التابل بس واضح الامور هيك محاضرتنا انتهت اليوم عندكم اسئله احكوا لي ايش عندكم انتقادات ايجابيات سلبيات ايجابيات عشان نزيد ونطور سلبيات عشان نقضي عليها وتبطل موجوده تفضلوا تمام يبدو انه ما في حدا عنده حكي نوقف التسجيل